هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كيكه حلوه جدا، كانت صديقه للبرنامج طلبتها، قالت لي انا عايزه كيكه فراوله. قلت لها حاضر الاسبوع الجاي. وهعمل دلوقتي كيكه فراوله بالزبادي، تحفه تجنن، لذيذه قوي قوي قوي، طعمها حلو قوي قوي قوي، ما فيهاش اي حاجه صعبه. هنعملها بالزبادي، هقول لكم ازاي. هنحتاج كيلو فراوله صغيره، وانا بقطعها بالشكل ده. فراوله الفريش طلعت يا جماعه، عشان كده انا ايه عملتها، لو ما كانتش لسه فراوله فريش طلعت ما كنتش هعملها. وهحتاج معلقه كبيره دقيق، دي لوحدها وهقول لكم ليه، كوبايه وربع سكر، تلتين كوبايه زيت، بيضتين، معلقه كبيره بشر ليمون، ربع كوبايه عصير ليمون، وشوفوا اللذاذه مع الفراوله، وكوبايه زبادي، وكوبايتين وربع دقيق، ثلاث معالق كبيره بيكنج باودر، وكمان ذره ملح ورشه فانيليا. ماشي، المقادير دي حلوه قوي، الكيكه دي حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم قوي قوي. خلاص، دي بقى بالفراوله، يعني عارفين لما تاكلوا كده وتقطعوا وتلاقوا في حته فراوله كده، مش عايزه اقول لكم اللذاذه والمزازه في الاكله دي وفي الكيكه دي، حلوه قوي. اول حاجه طبعا زي ما متعودين هحط ايه، البيض، واحط عليها الفانيليا، خلاص، وكمان هحط عليها خلاص السكر، حفظنا. ماشي، وايه هحط عليها كمان، بس هسيب ده الاول، وهضرب وهاخد طبعا اكتر حاجه بتوصى بيها في الضرب، هي الخطوه دي، اكتر حاجه بتوصى فيها بالضرب هي الخطوه دي، خطوه السكر مع الفانيليا مع البيض، هو ده اساس الكيك كله. يعني اقول لك باقي الخطوات خلاص، لكن ده لازم السكر يدوب، اتاكد ان هو ده تماما، لازم القوام بتاعه يبقى كريمي وفاتح واللون يبقى فاتح. ماشي، هضرب فيها، بس طبعا مش هضرب فيها كتير، لكن انتوا بقول لكم لازم تطلعوا النتيجه دي. خلاص، واخد كمان الزيت واقلب، واخد الزبادي، انا مش هحط ايه لبن، انا بعتمد هنا على الزبادي بس. قول الو يا مدام لارس. ايوه يا حبيبتي، ازيك، عامله ايه؟ صباح الكيك والعسل والفراوله. اه شفتي فراوله طلعت عندكم؟ احنا في مدينه نصر، يعني اكيد طلعت يعني. جميله، عامله ايه وحمرا وتجن، الحمد لله. يا حبيبتي حضرتك عامله ايه، اخبارك؟ كله تمام الحمد لله، الحمد لله. قولي لي بقى، اتفضلي. في طريقه ثانيه للمربل برضو بس في الصينيه. بصي، الصينيه موجوده وانت دهناها او تيفال عادي، بحط طبق في النص كده بس بدهنه زيت الاول علشان ما ياخدش عجين، وتحطيه قبل ما تحطي العجين. صح. واعملي زي ما انت عملتي كده بالظبط، واحده فانيليا وواحده كاكاو، واحده فانيليا واحده كاكاو، بس صبي على الطبق. ايوه، هتلاقيها فرشت معاكي بقى، وبعد كده شيلي الطبق وحطيها، بيبقى شكلها فظيع. صح صح. جميله جميله، يلا اعمليها لنا بقى مره ثانيه. عيوني دايما كده، حضرتك عندك اضافات بجد، انا شخصيا ببقى يعني بستفاد منها. انت جميله يا بيبيان. لا لا لا، ما نقدرش عليكي. لا وحياتك، لا طبعا. احنا بنتعلم من بعض. يا سلام. حبيبتي ربنا يخليكي. مدام سميره واخده السوفيه كله بقى، وسلمنا عليها كتير. يا مدام سميره، مدام لارس بتسلم عليكي. يا حبيبتي، ده انتوا كلكم ليكوا مكان في قلبي كبير قوي. انت ربطتينا ببعض بجد يا بيبا، ميرسي خالص خالص. ربنا يخليكوا ليا. وعملت لنا عيلة جميلة قوي، وهي عيلتك يا حبيبتي بجد. انتوا عيلتي والله، عيلتي التانية يعني، واحلى عيلة كل يوم أكلة بجد. يا ريت كل الناس زيكم كده بتمشي توزع طاقة إيجابية وحب، أكيد كان العالم ده كله هيتغير، ما يستخسرش الكلمة الحلوة في اللي قدامه، وقد إيه بادر إنه يقول له الله وبرافو، رغم إن أنا ما بعملش حاجة واو، بس انتوا تشجيعكم بيخلوني عايزة أعمل أحسن حاجة. لا لا، هو ما هو طبعا انت عارفه ان هو الضحكه في وش البني ادم بتبقى سواد.
طبعا. فحتى الواحد طول ما هو ماشي انت جميله، انت حلوه، انت وحاسيني، وفعلا بتبص تلاقي اللي قدامك بيديكي طاقه ايجابيه زي ما انت بتديله بالظبط. لكن طول ما الواحد بيقعد مثلا ويقعد يقول انا تعبان وانا مش عارفه ايه وانا ظروفي ايه وانا الناس بتكره الاعداد دي، صح. يعني ما بيحبوش الاعداد دي، الطاقه السلبيه. ايوه صح. فطول ما انت بتتشكي مش هينفع، فانت دايما نتشكى ربنا، لكن احنا مع بعضينا بقى نقول الحاجات الحلوه بالظبط، نكون مصدر طاقه ايجابيه لبعض. ربنا يخليكي مدام لوريس، ميرسي جدا لحضرتك. طيب بصوا يا جماعه، انا حطيت ايه وانا بكلم مدام لوريس؟ حطيت زيت الليمون، يعني بشرت الليمون من غير ما اوصل للحته البيضه. تاني بشرت الليمون من غير ما اوصل للحته البيضه، وحطيت كمان ايه؟ الليمون، عصير الليمون، خلاص. وبعدين بعد ما عملت كده اهو خلاص كله، هرجع اعمل ايه؟ هحط طبعا هننخل ايه الدقيق بتاعنا، اوكي. وبعدين هحط كمان مقدار البيكنج باودر اللي هي 3 معالق ايه بيكنج باودر، اوكي اوكي. طيب هعمل ايه؟ هضربها كلها عادي اهو، بس طبعا ايه قبل ايه ما اتاكد ان كله تمام. بصوا بقى، قبل ما احط الفراوله عندي، ها، في خطوه مهمه جدا. عارفين انتوا لو حطيتوا الفراوله دلوقتي على الكيك ايه اللي هيحصل؟ هتسقط كلها تحت. لا انا مش عايزاها تسقط، انا مش عايزاها تنزل في القاع، انا عايزاها تتوزع في كل الخليط. بعمل ايه؟ بجيب معلقتين دقيق بره او معلقه دقيق، وادي الفراوله المتقطعه بنزل عليها الدقيق، شايفين اهي، واعمل كده اهو. ده بقى بتخلي الفراوله عندي تنزل تقعد في الخليط، ما تسقطش تحت، ما يبقاش انا عامله كيكه فراوله يدوروا عليها يلاقوها فين؟ يلاقوها كل سنه وانتم طيبين تحت كلها في القاع قاعده مستنيه ايه تتاكل. لا بص بقى، لما اجي اعمل كده اهو شايفين، بنخلها بعمل كده، شايفين بتفضل فين؟ بتفضل فوق، وانا اللي هقلب بنفسي اهو. طبعا بنزلها من الدقيق كله اهو، شايفين هنا على الكيك مش ساقطه فيه، خلاص. وهقلبها وخلاص بقت جاهزه عندي، بس مش هقلبها غير لما ترجعوا لي بعد الفاصل. استنوني. بصوا بقى، عايزه اوريكم الماربل كيك وجمالها، بس انا مش هقدر اني لسه مطلعاها، مش هقدر اقطعها، بس عايزه اوريكم شكلها الرخامي عامل ازاي. شايفين؟ شايفين عامله ازاي؟ شايفين من الوش هنا عامله ازاي؟ شايفين خطوط بسيطه لفها لكم اهي. بصوا من هنا كمان اهي، شايفين هي دي. وجوه بقى يعني انا عايزه افتحها لكم، بس ايه خايفه تتهري مني اهي لانها لسه سخنه خالص. بصوا بقى شكلها، اوه شايفين رخاميه وتجنن ازاي اهي. نقطع واحده كمان اهي، شايفين المنظر اهي، شايفينها حلوه قوي قوي قوي. بصوا هشه وتحفه وتجنن، وخليط ما بين الناس اللي بتحب الحاجات التشوكليت بس، وخليط ما بين الناس اللي بتحب ايه الحاجه فيها فانيليا بس. طيب انا هنا قلت لكم هقلب اهي، ماشي، واقول الو يا نهله. ازيك يا نهله؟ عامله ايه؟ حلو يعني الكل جميله. ده انت اللي جميله يا نهله، ايه اخبارك؟ الجميله دي حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله والله. ايه علاقتك بالكيك يا نهله؟ الصراحه انا يعني ايه اقول لك، انا مش حبه الكيك. مالكيش في الحلويات؟ بعملهاش.
لا بحب الحلويات جدا، بس انا ما نفهم يا اما بعمل الكيكه وتطلع حته عاليه وحته واطيه. فاهمه ازاي؟ ما تبقاش يعني فاهمه. طب بصي بروح نفسي بقى واشتري الكيك الجاهز ده، بس بعد لما شفت حضرتك كده بلا غلبة لا هعمل. بصي هو حضرتك حاسه بلانشه كده، ده سكر بودره ولا دقيق؟ بحط عليها كيك اللي عملتها. لا حاطه هنا سكر بودره علشان تبقى شكلها حلو في التقديم. انا بشكرك والله على معلوماتك يا حبيبتي. لما بتعملي الحاجه لا عندك ذمه وضمير والله في اي حاجه، ما تتفصليش في معلومات حد يا حبيبتي. والله دي شهاده كبيره قوي. انا بشكرك والله، دي شهاده كبيره جدا. بشكرك جدا والله، انتي انا بحبك والله يا حبيبتي. ربنا يخليكي من القلب للقلب. انا بحبك جدا والله، من القلب للقلب والله. وعايزه اقول لك من فتره بسيطه بس بحبك. انا خسرانه ان انت عرفتيني من فتره بسيطه. بس طبعا نورتيني. وراجع اللي فات بقى همتحنك في لو سمحتي. اتفضلي. كنت بس عايزه اطلب من حضرتك طلب معايا. موريني. الله يخليك. ممكن بس تعملي كيكه يعني ايه اللي عنده يعني عشان تخينه يعني شويه. عايزه كيكه دايت اللي هي دايت. عيوني كيكه لايت. ماشي كيكه لايت. دلوقتي مثلا انا لو انا عندي حساسيه من الفراوله والحاجات دي، لو عايزه بقى بديل الفراوله مع الكيكه اللي حضرتك بتعمليها دي احط ايه؟ عندي حساسيه من الفراوله. بديل الفراوله؟ هقول لك ممكن توت. ماشي توت. ما فيش توت دلوقتي. ممكن بلح. بلح ايه ده؟ سوري تفاح. سوري انا اسفه. تفاح ما يسودش؟ تفاح ممكن تفاح. عارفه التفاح قطعيه ماشي واعمليه كده بالظبط. واتحط عليه دقيق برضو؟ لازم لازم بس كده نعفره بشويه دقيق. وما يسودش بقى ولا حاجه ويبقى حلو. لا تحفه. ما يبقاش ناشف يعني قصدي. لا لا خالص خالص بالعكس، ده يبقى طري وجميل. هستناكي تجربيها وتقولي لي. حاجه جميله حبيبتي. نورتيني نورتيني. وعايزه اسمع صوتك على طول. بصوا يا جماعه حطيت الفراوله، بصوا متوزعه ازاي، مش ساقطه تحت في القاع خالص. اعملها كده اهي عشان اطلع الفراغات اللي فيها وادخلها الفرن تاني على درجه حراره ايه. حاضر. على درجه حراره 180 زي اللي قلنا في اللي فات. وهنا دي طلعت معانا اهي، بس دي لسه طالعه سخنه جدا، انا لا اجرؤ ان انا اقلبها علشان هي لسه سخنه قوي. ماشي لو قلبتها لازم اسيبها ترتاح شويه. ماشي برضو هزينها بايه؟ ممكن بقى بمربى لما تقلبوها. ماشي هقول لكم بس الفكره، لما تقلبوها حطوا عليها مربى فراوله كمان. مش عايزه اقول لكم بتبقى خطيره ازاي. انا بحب يا جماعه اعمل كل حاجه قدامكم. مش عايزه اقول لكم بقى بالمربى الفراوله دي بتقلبها بس ايه بقى العكس. خلوا بالكم لما نقلبها هنحط ده، فهتنزل عليها بقى في الجوانب. بس انا برضو عايزه اديكم الفكره كامله. ماشي بتبقى حكايه. طبعا ايه فراولتي الحلوه اهي.